وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والآباء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نقف مع حديث عظيم جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل وهو رادف معه على الحمار. يبقى جماعة الدين يقال في أي مكان، ما في الجامع بس، الدين الدين في الجامع، فوق الحمار، وفي البيت، في الجامعة، وفي الدكان، في السوق، في أي مكان الدين ما عنده مكان معين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف آداب قضاء الحاجة، لما تمشي الحمام تدخل برجلك الشمال ما تدخل باليمين، ولما تتبول ما تستقبل القبلة، لا في بناء ولا صحراء، ولا تستدبر القبلة في صحراء. وعلمنا إنه ما نستنجى بأقل من 3 حجار، وإننا نستنجى بالماء إذا كان موجود، وإذا ما في نستنجى بالحجارة، وما تكون أقل من 3 حجار، وما نستنجي بعظم ولا رجيع دابة، وما نستنجي ونتمسح من البول باليمين وإنما يكون بالشمال. ده علمنا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين ما ترك شيء إلا علمنا له، عشان كده ربنا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا أي القرآن والسنة بيبين كل شيء من أمور الدنيا كلها وأمور الدين والآخرة كلها، كل موجود في القرآن والسنة. عشان كده الليلة أعداء الإسلام عشان يضيعوا الدين الإسلامي بيشككوك في دينك، ويقول لك الدين ده مكانه الجامع بس، ما دايرين دين في الجامعة، ما دايرين دين في القناة الفضائية، ما دايرين دين. زي الشباب أجابوهم شباب طوق ديل ولا اسمه شنو؟ أي فديل أصلا ما دايرين دين أصلا، ما دايرين الدين، وقالوا بالفم المليان قالوا ما دايرين دين ذاته. وحتى البيت المطلوقة ذاته قالت: المجد لإبليس حينما قال لا في وقت يقال نعم. عارفين قصدي شنو؟ ربنا أمر إبليس بالسجود لآدم، المفروض يقول نعم ويمتثل الأمر، فإبليس قال شنو؟ قال لا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البيت المطلوقة دي قالت المجد لإبليس حين قال لا، بتمجد في إبليس عليه لعنة الله، لأنه إبليس قال لله لا. عشان كده هم دايرين شباب طوق يقولوا لله شنو؟ لا. ده خلاصة الموضوع. ما تسمع الجوطة دي ختان وما ختان، وأنا تحرشوا بي، وذي البنات تحرشوا بهم زادوا بيتوشى زي الركبة يتحرشوا بها كيف. المهم، فالخلاصة إنه ما دارين شنو يا جماعة؟ ما دارين الدين، ده هو الموضوع، ما دارين الله، ده خلاصة الموضوع. أنت لازم تكون فاهم الموضوع ده. بعد ذاك الباقي ده كلهم ما دار يعملوه شمار وملح وليمون وجبنة بفوق،
عشان يجملوا شغلة، لكن الخلاصة هم ما دايرين دين. حتى المذيع بتاع البرنامج الود اللي بيشبه البنية ده قال ما دايرين دين ذاته، ما دايرين دين معين قال، فدير شهدوا على أنفسهم. فنحن لابد نتمسك بديننا، وديننا ده ما خاص بالجامع بس، فوق الحمار في البيت في أي مكان. شكيد النبي عليه الصلاة والسلام علم معاذ فوق الحمار عشان يوصل لنا نحن الرسالة إنه الدين ده ما في مكان شنو يا جماعة معين، وإنه دين الإسلام ده لكل زمان ومكان وبيشمل أي حتة وأي زمن وأي مكان، ولا يمكن لأحد إنه ينفك عن الدين. زول مسلم ينفك عن الدين ما في طريقة. المسألة الثانية، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حريص على العلم، إنه يعلم الناس ويستغل أي فرصة، أي فرصة ولو دقيقة، ولو ما كان في جامع، ولو كان فوق حمار، دي فرصة إنه يعلم الناس شنو؟ الدين. عشان كده الزول الداعي والعالم الآن الليلة لابد يستغل الفرص لتعليم الناس الدين، وفي الدين لابد يستغل الفرصة إنه يعلم العقيدة والتوحيد أول حاجة. مع إنه ده معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقضى وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. دي كلها قالها في حديث واحد، صحه الألباني وصحيح الجامع الصغير. قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام من يا جماعة معاذ بن جبل. فمعاذ بن جبل رغم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، بس رغم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، رغم ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ رغم أنه أعلم الأمة كلها لحد يوم القيامة بالحلال والحرام، الليلة تجي تكلم الناس بالتوحيد ويقول لك مولانا عرفناه، وتلقى أكبر مشرك بالذات قال عرفناه ده الزول اللي بيتضايق، وربنا قال كده الزول اللي بيتضايق من القرآن ده بيتضايق من توحيد الله براه وحده. ربنا قال وإذا ذكر الله وحده ياتوا اللي بيستحضر ياتوا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي قوله تعالى قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة دائما اللي بيعترض على التوحيد ما داير الآخرة، يعني داير شنو؟ داير الدنيا، ما مؤمن بها ذات، داير الدنيا دي. عشان كده تلقاه حريص على المنصب بتاعه في الغالب البكرة التوحيد، أو حريص على التجارة بتاعته. عشان كده دائما أصحاب الجاه والأموال في الغالب، إلا من رحم الله نقول لأنه في ناس فيهم خير، في الغالب أصحاب الأموال ديل هم اللي بيعترضوا على التوحيد. تلقاه يجيب لك مداحين بقروش، ما عنده قروش، عوك عوك في الحلة لحد الصباح، ولامي حيران وضابح لهم تيران، والحوار الواحد ذاته أكبر من التور، لاميهم في البيت وعمل لهم فتة، يرقصوا لحد قبل الصبح بنص ساعة، لأنه ده وقت نوم الكلب، كلب ينبح الليل كله، ما له حصل إيه؟ طوالي مع الصبح شنو بينوم، فديل ذاته قبل الصبح بنص ساعة بينوم، الصبح ذاته ما بيجوا، يقول لك ده أحباب المصطفى، أحباب المصطفى ما بصلوا؟ أحباب المصطفى يجي الصبح ينوموا؟ يقول لك كانوا بالذكر، لا ما ذكر، ده جنباز ما عنده أي علاقة بالذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لقاك كان بيذكر ذكر زي ده؟ واحد من الصحابة لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا عمر رضي الله عنه، لا عثمان رضي الله عنه، لا علي رضي الله عن الجميع، لقاك واحد فيهم كان رابط نصه بيرقص؟ خلي الصحابة، صحابة ما بيسووا كلام فاضي زي ده، كلام فارغ زي ده، يا أخي راجل ساي بيرقص؟ رجال ساكت، زول يرقص بصلبه بنصه، يقول لك لأنه بيحب الرسول؟ أنت زول خايس بس وباطل، ده ما عنده علاقة بالدين الكلام ده يا جماعة، لازم تعرف الكلام ده، ده عنده علاقة بالنصارى والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فده أصلا جابوا الكفرة زي اليهود والنصارى، ودي دي عبادة المشركين زمان، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، تصدي يعني التصفيق، والمكاء يعني التصفير، كي واحدين بالزنبارة واحدين بشنو،
والنبي عليه الصلاة والسلام حرم النوبات والدربكات ودي كلها حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على أمتي الخمر والأنصاب والأزلام والكوبة. الكوبة قالوا دي الربابة، الآلات اللي فيها وتر، وقالوا الكوبة الآلة موسيقية من جلد بدقوا فيها كبيرة، بعد ده ممكن تكون نوبة، ممكن تكون دربكة، ممكن تكون غيره، ده كله حرام، كت حرام. الرسول قال حرام صلى الله عليه وسلم، جابوه قالوا نمدح به الرسول، والرسول هو اللي قال حرام. ده ما استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما لعب بسنته ودينه صلى الله عليه وسلم، لعب. عشان كده لازم الناس يا جماعة تتمسك بدينها الصحيح وترجع للدين الصحيح. فالشاهد إنه النبي صلى الله عليه وسلم علم أعلم الأمة بالحلال والحرام، علموا شنو يا جماعة؟ التوحيد. وقال ده حق ربنا على العبيد، مع إنه هو موحد. يبقى يا جماعة الموحد يحتاج إلى تذكير بالتوحيد. ولذلك لما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. شوف ربنا، وده رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل وهو كليم الله. ربنا قال له قل لا إله إلا الله. الليلة لو جيت عملت خطبة عن التوحيد أو عن لا إله إلا الله يقول لك يا أخي إحنا فينا مشركين. طيب هل كان موسى عليه السلام مشرك؟ لا حاشا وكلا. رغم ده ربنا قال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا. ربنا قال له لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة وضعت كلها في كفة واحدة من الميزان لو حصل ذلك، ولا إله إلا الله الكلمة دي بس خدتها في الكفة الثانية من الميزان لمالت بهن لا إله إلا الله. شو عظم التوحيد ده، كيف توحيد عظيم. عشان كده هو السبب الأعظم في مغفرة الذنوب. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني قدر الأرض كلها ذنوب حقتك براك، ما بزول مشترك معك، دي كثيرة ولا ما كثيرة؟ حقتك براك. ثم لقيتني بخطاياك وذنوبك قدر الواطة دي كلها، وجيت لقيت ربنا لا تشرك بي شيئا، ما دعيت لك شيخ طريقة ولا بقيت تابع طريقة، لأن الطرق دي اللي بتجيب الشرك. شفتها كيف؟ كلها جد، والقبب دي ذات الشرك، ذات بتجيب الشرك. طيب ولا دعيت لك شيخ ميت ولا حي استغيثت به من دون الله، ولا لبست لك حجاب، لأنه ده شرك. الرسول قال من تعلق تميمة فقد أشرك، ما كلامنا نحن، نحن مساكين ولا قلنا أي كلام، ده كلام رسول رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ولا بتمشي لك لفكي، ولا المرأة بتمشي لشيخ أو قبة تقول له اديني جنى، لأنه الشيخ ما عنده مخزن جنيات، شيخ ذاته ما عنده جنى، شيخ ذاته في شيوخ كتار ما عندهم جنيات. والغريب انه كمان مرات يمشي لواحد ميت في القبة، هو ميت يقول اديني جنى، هو لو بدي جنى حي ما كان يحيى، هو يديك جنى حي كيف؟ كذب العبور كذا. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا جنى ولا ضبان ذاته ما بيخلقوا، خلي جنى شيئا نكرة في صياغ النفي تفيد عموم الأشياء، بعوضة ما بيخلقوها، ضبانة الله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، اللي بتدعون من دون الله الشيوخ والفقهاء والقبب والأضرحة والقبور شيخ الطريقة والفقير، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ضبانة واحدة قال ما بيخلقوها، ولو اجتمعوا له، عملوا اجتماع كبير، الفقراء اجتماع كبير جدا، موضوعكم شنو يا فقراء؟ قالوا ده نخلق ضبانة واحدة، الله قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولو عملوا اجتماع، يجي براه وكمان ميت يخلق؟ ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهناك ربنا قال إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. هسه مش طفوا النور ده؟ وتاني أظن ولعوه، لأنه في حشر صغار
الفقي حشرة واحدة من الصغار دي ما يقدر يخلقها، وريني يتحقق الفقي كلها حقت الله ويتحقق الفقي بدل ياتوا حشرة من دين ما عنده حاجة. كيف تخلي المرأة تمشي للفقي ولا القبة الزول الميت تقول لها اديني جنة؟ الحشرة دي أنا بتحدى الفكية من هنا للصين، فقي ذاته صيني يجيب هو ده راقد هنا، فقي صيني راقد في جنب كبري حمتوب كافر شيوعي عرفت راقد هناك الحيران، جا قالوا ده الفقي الصيني متخصص بدي الجنة جنة خلي الحشرة بتاعت النور دي واحدة بقى دي يدينا ليها بعوضة ذاتها خليها دي كبيرة ومجيها دي بس ما بيقدر ياخد ديك شنو؟ لو كان بدي ما كان بيموت. والغريب انه الفقا يا ديل معظمهم ميتين صح ولا ما صح؟ هسه دي ما آية وعلامة تخلي الناس يرجعوا؟ يقول لك ماشيين قبة ابويا الشيخ الدين الجنة قبة ليه؟ لأنه فوق القبر، القبر ليه؟ لأنه مدفون، مدفون ليه؟ لأنه مات، مات ما بديك، هو حي ما بديك، ما تديك كيف؟ الله قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بعد ما ربنا وراك انه ما بيخلقوا شيء ولا حشره، الله وراك ثاني قال لك هم ذاتهم مخلوقين، يبقى المخلوق مخلوق من غيره مفعول يعني خلق ربنا ما هو فاعل. بعد ذاك اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون، ماتوا ومع انه الميت ما حي، لكن ربنا دار يأكد لك المقام انه فعلا ضعاف لانه ما بيخلقوا شيء ولانه هم مخلوقين ولانه اموات، والميت غير الحي، لكن ربنا قال اموات وثاني قال غير احياء عشان تتاكد فعلا انهم ماتوا، والبيموت ما بدي والحي ده ما بديك، ميت يديك كيف؟ وبعد ذاك كله وما يشعرون أيان يبعثون، هو رقد تحت في التربه وما عارف قايم بيتين، تيجي تقول له ابوي الشيخ تديني وعندي وجع ظهر وظهر ذاته ما عندي، تحت ان فتشت ما تلقى اي حاجه اي حاجه، الدود ما خلاه، ما قدر يدفع عن نفسه الدود تحت الارض، فكيف يدفع عنك الضر او ينزل لك المطر؟ زي ما قال الدكتور ذاك قول لنا في السودان بنمشي للمشايخ وزول اهبل ذاته، بنمشي للمشايخ ندفع القروج ينزلوا المطر، وطيب شيخ بينزل المطر ماسك السماء مالك السماء محتاج لقروشك؟ كذب العقل كده، شيخ مالك السحاب والسماء ومالك المطر، شو المولك ده كيف تدفع عليه قروش؟ محتاج ل 50 جنيه؟ زول محتاج ل 50 ولا 250 جنيه يكون مالك السماء والسحاب والمطر كيف؟ فعشان كده انت قدر ما تتامل في الشغله دي بتلقى الشغله دي قبل الدين بتناقض العقل ذاته. هسه امسك الزول اللي عنده حجاب ده، لو ده حجاب من الرزق، طيب يا الفقيه اداك لو سال الفقيه والله هو اصلا ب 500 لكن ودي عمي اداني له ب 250، طيب الفقيه محتاج ل 250 يديك حجاب بيجيب 100 مليون؟ كذب يا جماعه بالعقل، لو كان الحجاب ده بيجيب حاجه كان الفقيه ماله؟ كان الفقيه اكله كرش 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 خدت جوه بطنه، كان بقى اغنى زول، والفقيه تلقى اكثر زول مقطع في الحله، صح عنده قروش والناس هون بيملصن الذهبات بالرجالة وبكلام تاني، المهم في النهاية تلقى برضه مقطع لأنه حق حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثمن الكلب، الكلب تبيعه حرام وتربيه في البيت ذاته حرام، إلا للبهائم حلال ما في مشكلة، المهم ثمن الكلب حرام، ومهر البغي يعني الزانية، والمهر بتاعها ده يعني مش المهر بتاع زواجها لأنه زواج الزانية أصلا حرام، ربنا قال وحرم ذلك على المؤمنين، لكن المقصود بمهر البغي القروش اللي بيدفعوها له مقابل الزنا، زول داري يزني بها بيقوم يديها حاجه يديها قروش، وسمي مهر لانه هم شايفين انه بيستحلوا به الفرج، وما بيستحلوا به الفرج لانه ما يستحل به الفرج العقد الشرعي وما يجوز العقد ذاته على الزاني البغي، فلذلك سمي مهر لانه هم بيعتبروا شنو؟ داري يستحل به ولا الزنا. قال وحلوان الكاهن، الكاهن يقول فكي وشيخ الطريقه ده الكاهن، خلاصة التعريفات شيخ الطريقة ده الكاهن كل الطرق، حلوان الكاهن دي القروش البياض، البياض شفتوا ده حلوان الكاهن أسمى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه سمى حلوان؟ حلوان من الحلاوة، ليه؟ أنت الآن شغال مزارع تلقى يده خشنة لأنه من الصباح تزرع والشمس في نص راسك، أو تلقى حداد أو تلقى دكتور أو تلقى أستاذ، في النهاية شغال بشنو؟
بعرقك، لكن الفكي ما عنده عرق، فكي قاعد في الغرفة شغل المكيف أو المروعة مولع البخور مجية ما بيطلع الشمس وبيضرب شوربة حمام وبيجنوا بعض النسوان، عشان كده بياكل شنو؟ بياكل القروش بتاعت النسو، النسوان ديل وقروش الرجال الجهل اللي بيجوا زي الحلاوة ما بيتعب فيها، عشان كده قال ده حلوان لأنه ما فيها ما فيها تعب، بس بخور بجيب بخور بخمسة جنيه يولعوا كده هذول، البخور ده تلقاه طالع من عرش الغرفة، بس ده الموضوع كله وهو ما بيطلع من الغرفة، صلاة ذاته ما بيمشي، ما بتصلي لا يا شيخ الطريقة، قال والله شيخ الطريقة ده هو قاعد هنا صح لكن بصلي في مكة، وهو ما بصلي أصلا لا مكة ولا الجماير، ما بصلي إطلاقا ما بصلي، عشان كده قال قال قالوا وقالوا يا هذا تركت صلاتك، دي في المتحف المتحف بتاعتهم، وقالوا يا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكة، دي علينا نحن يعني. دي علينا احنا ما علينا يعني. انت ما بتصلي اصلا كافر تارك صلاه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. نمشي قدام النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كلمتين الكلمتين اثنين بس، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان بسيط ومختصر لكن جامع، الكلمتين دي الدين كله، جمعت لنا شنو يا جماعة؟ الدين كله. إذا عملت عبدت الله وما وقعت في الشرك ولا أي نوع من أنواع الشرك ولو كان صغير ولا كبير، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ربنا ما بعذبك بيوديك الجنة وفي الدنيا بتسعد، بس حاجتين أعبد الله براو، ما تعبد الفكي شيخ الطريقة ولا تمشي له، لأنه لو مشيت له بخليك تركع له، لو مشيت له بخليك تعبده، قال كن ثابت عنده بدغيسك جنده في كربك عنده لا تضحك عنده، لأنه ده شغل الطريقة في الكرب في المصيبة، قال لك اوعك ناديه بس، يعني ما تنادي منه ما تنادي الله، وده من أكفر الكفر بالله، ربنا قال ومن يدعو مع الله، ومن يدعو يعني أي زول، يعني أي ذول يدعو مع الله ند وشيخ ولي وغيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر، شوف دعيت غير الله، الله قال اتخذت إله آخر، طوالي ربنا سمى إله، أنت عندك إله ثاني، حتى لو قلت يا مولانا والله بنصلي بالجامع، أنت عندك إله ثاني برضه مشرك، الله قال إلها آخر، الله قال كده ما نحن قلنا، وشوف في ختام الآية نهايتها هناك الله قال شنو؟ لا برهان له به، العلماء قالوا أي مشرك ما عنده دليل ولا عنده حجة وما يقدر يناظر أهل التوحيد، عشان كده الآن بقى يلجوا للمحاكم والإشاعات في الجرائد، يدوا صحفي بتاع جريدة يدوا قروش حق الرصيد ما مقطع ما عنده حاجة، أقدم 52 عليك الله يعمل فك لنا الإشاعة دي، هم قايلين بحارب القرآن والسنة والتوحيد بالإشاعات أو بجريدة، جريدة بتاع شنو؟ هو فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ها ما قدر يحارب الحق، ما قدر تجي بتاع جريدة يحارب الحق ما يستطيع، والله مش لو تلمت الجرائد لو تلم الأرض كلهم عشان يحاربوا الله ويحاربوا حق الله على عباده الذي هو التوحيد ما بيقدر، ربنا بيهلكم كلهم، يشأ يذهبكم كلكم ويأتي بخلق جديد، واحدين جداد والقدام دير كلهم يكتلهم، ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، لازم تلعب ساكت، بيحاربوا في الله وما يمكرون إلا بأنفسهم، ما بيقدر يمكروا في الله، لكن ربنا قال وما يشعرون، هم قايلين يمكروا في الله وبالتوحيد وحق ربنا على العبيد، لكن ربنا قال في الحقيقة هم يمكروا بشنو؟ بنفسهم. طيب فالحاجتين دي بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال الله تعالى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا بتمشي فكي، لا بتزور قبة، لا بتشيل طين من القبة، لا بتشيل تراب، لا بتودي مرتك للشيخ وتقعد برا، الغريب انه واحد يدخل مرته، الشيخ ده راجل ولا ما راجل؟ إذا ما راجل دخله دخلها تب خليها تقعد معه 10 يوم، لكن اذا الراجل كيف تاخذها جوا تنتظر برا؟ قاعد برا في شنو جوا بيحصل شنو؟ انا بسالك كيف تدخل المراه للشيخ وتقعد برا؟
ها مرة يجيبوها محننة وغيره يدخلوها للشيخ، والشيخ الشمس ما بشوفها يدخلوها جوا يكون قاعد برا. والله المرة جوا الشيخ بعالج بها، بعالج فيها كيف؟ يا أخي يا أخي عمر بن عبد العزيز قال: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يحفظها القرآن وهي مريم بنت عمران، برضو ما يجوز يخلو بها. فكي ما بصلي، ما بصلي، ما بيعرف الله ذاته، خلاص، والشمس ما بشوفها ومرطب، تدخل المرأة وتنتظر برا كذا. بس رجالة، رجالة ساكت، بس رجالة، كيف الكلام؟ هو ديك بغير عندكم ديك وجداد، جيب ديك الجيران دخلوا مع الديك ده مع جدادكم، شو بيحصل شنو؟ والله انت بوليك ريش ريش، القوي بياكل الضعيف. انت تدخل المرأة جوا وتقعد برا، تقول ابوي الشيخ ابقى زي الديك ده بس. طيب، فالحاجتين دول ان يعبدوه، وحق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. بس عبدت الله براه، ما عبدت شيخ ولا حلفت به ولا عندك شغل به، بس الله تتوكل عليه وتستغيث به وتستعين بربنا، ترهب تخاف كله لربنا سبحانه وتعالى. حق ربنا عليك، مع انه مبذول عنده حق على ربنا، لكن حق جعله الله على نفسه تفضلا علينا على عبادي وعلى خلقي من سعة رحمته. لكن الرحمة دي إلا للموحدين، ربنا قال: وكان بالمؤمنين بس رحيما، أما المشركين والكافرين ما رحيم. عشان كده هنا ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. شوف ربنا جعل الناس اللي بيدعوا غيره مع ناس منه، إنه لا يفلح الكافر. أنا ما أدرى طويل لأنه من ورائي مشايخ، شيخ أحمد البدوي جزاه الله خير، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.